شوت لاين ذا ريل 187. حتعرف بطولة وانا لساتني اشوت. يا حظك يا كيد جيت في طريق الشوت. دعمك متقل الاستجال والمشي على البيت. استرجلت الحزب وخليك مرة مفيد. احتار والله شوف عقول هذه الناس. يمكن اكو زيك كل ارجاء الدماغ. اكو كان قاعدة قبل لا تدخل اي بطولة. ما عدس حشا عندها بنهايتك مضمونة. اول قاعدة لازم عندك تراك. تراك ما فاهم القصة ولا فاهم في الراب. ثاني قاعدة اسمعها مني زين قبل لا تدخل بطولة. فكر في خصمك مرتين. تعرف قاعدة وهذه هي الاهم. لا تسوي خشن وانت اصلا مو فحل. رابع قاعدة من تشوفني في الليستة اكيد تهرب لاني حعشرك زي البسة. على طار الحسد ذكرت انك مصور. طيب صور نفسك وتتلحزب وتعدل على الصورة ومنتجها وياك. واكتب كينت مع عداد الكبير شوت لاين ناشر بالهيلة ستوريات تحديات. طيب كيف تبين روت على هواء. طيب حاعتبر خصمي امامي عداء في سباق لسه هو في سياق. هو يركض لسه ما لاحق مشي. انا غني بهدوء هو يشتلم يغني. هو مدرك الخصومي ما عندهم تراكات ولا الغباء صار يوم يهايطوا بستوريات. لا ما اول مرة يدخل التحدي حق الرحيم وياه حشوته من بدري. تقول انك تحب الاولد سكول راب لذا نزلت عليك لحن بوم باب. كل ما عندك هنا عندي يتباع. كيف ولا وبلان عندي مسيرتك تتبخى. لو كان عندك مسيرة اصلا. لو كان تقدر تسوي بانش اصلا. لو كان تقدر تمشي على البيت. فلو مشيت اكسر اضلاعك واخليك راضي. جابك ساحة الراب وانت تنشر هيك بوستات. تحسب نفسك رابر وسوالفك سوالف نسوان. يمكن تطلع سالب وانا ما ادري. اذا سالب تعال للخاص عندي. ادليلك وراضيك وعلى الفراش اخليك وافهمك. السالب يستطيع يركب حاجة غير البيت. شوت لاين 6 7 6 baby.